كمان البعثة المصرية في الأمم المتحدة في نيويورك النهاردة تمكنت من استصدار قرار من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ. ده الإطار اللي سبق ومصر نجحت في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. القرار اللي بنكلم حضراتكم عنه صدر تحت رقم 2354. الخارجية المصرية طلعت بيان وقالت ان ده بيجي تتويج لجهود مصر في مكافحه خطاب الارهاب. وسفيرنا عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحده في كلمته في مجلس الامن اللي تم طبعا من خلالها اعتماد القرار قال انه من الضروري الاهتمام بالبعد الفكري في اطار الحرب العالميه على الارهاب، وده اللي بيروج لافكار سامه لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب ودفعهم نحو الانتحار اعتقادا منهم ان هم بيقوموا بعمل سامي وبطولي يستحق التضحية بالنفس. أكد سفيرنا أبو العطا أن مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة اللي بتحظى باحترام وتقدير العالم كله.